عادة ما يتواجد تلفزيون الرأي في قلب الحدث لينقل للمشاهدين الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية المحلية والعالمية، لكن المفارقة فيما سنراه أن تلفزيون الرأي كان حاضرا من ضمن كوكبة وسائل الإعلام التي قامت بتغطية المؤتمر الصحفي للزعيم عادل إمام في المسلسل الرمضاني المصري العراف، والذي أعلن من خلاله نجم الكوميديا المصرية الترشح لرئاسة الجمهورية. الرأي إلى جانب كبرى وسائل الإعلام نقل لجمهور الزعيم خبر الترشح لرئاسة مصر في العمل الدرامي المصري، أما في نشرة أخبار الرأي فننقل إليكم بعضا من تصريح الزعيم. قررت أن أرشح نفسي لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة، والله الموفق والمستعان. زغرتي زغرتي يا أبو رحمة رئيس الجمهورية.